السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا الـ EGRP، لا بارتي تيوريك ديال الـ EGRP. أولا مرحبا بالناس ديال الباج، مرحبا بالناس اللي كيتبعوني في يوتيوب على الشين طلحي أيوب. بالنسبة اللي يلا أول مرة غادي يشوف هاد لا فيديو وبغا يشوف لي زوطر فيديو اللي كاينين في يوتيوب، فهما هادو كامل على سيسينا 2 و 3 والكات. اغلب الفيديوهات هنايا. اللي بغى يدخل الشين يكتب غير في الروسيرش السميه راه غادي تافيشي ليه، وكذلك اللي بغى يدخل الباج استا 02 فيسبوك سلاش استا 02، وكاين البلوغ يلا كرييتو مازال جديد استا 02.blogspot.com. هذا كان بارطاجي فيه لي كور كذلك لي فيديوهات اللي هو هذا، مازال ما منظمش باقي مرون. المهم راه فيه شي حاجه مفيده. نبداو الاي جي ار بي. غنشرحو ان شاء الله من الكور اوفيسيال ديال سيسكو سيسينا فيرسيون 4. كاين فيرسيون 4 وكاين فيرسيون 5، كاين اللي كيخدمو بالفيرسيون 4 وكاين اللي كيخدمو بالفيرسيون 5. المهم اللي غيفهم فيرسيون 4 يقدر يفهم حتى الفيرسيون 5. نفس الاي جي ار بي هو نفسه، بقى غير الكور اللي تبدل شويه اختلف. غنعتمدوا في الكور في الشرح على الكور اوفيسيال وعلى البا، يعني اللي كانت شي حاجه غنشرحها فيه، وكذلك بعض المعلومات كاينين في شي بي دي اف كان غنستعملو ان شاء الله. دونك اول حاجه عندنا البريزونطاسيون ديال الشابيتر. عندنا البارتي الاولى غنشوف البريزونطاسيون ديال الاي جي ار بي. غنشوفو بريزونطاسيون كاملة ديال بريزونطاسيون، كذلك غنشوفو الكونفيغوراسيون دو باز، طوبولوجي ديال اي جي ار بي، سيستيم اوتونوم، لي كوموند، شنو كدير كوموند نيتورك باش كنفيريفيو باش كنكزامينيو لا طابل دو روتاج. من بعد غنشوفو تروازيام بارتي اللي فيها الكالكيل دو ميزيغ اي جي ار بي اللي هما دو كا 1 كا 2 كا 3 كا 4 كا 5 اللي بار ديفو كتكون هي ال 1 3. البارتي الاخرى الرابعه غنشوفو فيها ديول الالغوريثم ديول الكونسيبت ديال السكسيسور والسكسيسور بوتونسييل، ديستانس دو فيزابيليتي، الكونديسيون دو فيزابيليتي، لا طابل توبولوجي، كلشي هاد الشيء غنشوفو. وكذلك غنشوفو الفينيت ستيت ماشين، يعني كيفاش كيخدم الاي جي ار بي ملي كيعطيه واحد الروتور اللي كيكون هو السكسيسور. بارتي خمسة غنشوفو اوتر كونفيغوراسيون ديال او جي ار بي اللي فيها الريزيمي دو روتاج نول زيرو. غنشوفو كيفاش غنديزاكتيفيو لو ريزيمي اوتوماتيك، وغنشوفو كيفاش نقدرو نكونفيغيريو حنايا واحد الريزيمي مانيال، وغنشوفو كذلك الروت بار ديفو اللي كتكون 4.0.0 كيفاش غندخلوها مع الاو جي ار بي، يعني كتكون روت بار ديفو وتدخل مع الاو جي ار بي في الروتور. بون وغنشوفو الريغلاج دي بروتوكول او جي ار بي. من بعد نقدروا نبقى الى الفيديو ما كانش طويل بزاف، واللي يقدر يكون جوج فيديوهات ولا ثلاثه، المهم على حساب الشرح وعلى حساب الوقت. كذلك غنشوفوا نقدروا نشوفوا شي حاجه في لي زيكزيرسيس ديال الاي جي ار بي والبارتي الفيديو براتيك. راه كنت درتو العام اللي فات كنظن، ولا العام اللي قبل اللي فات، راه كاين في يوتيوب. بون اول حاجه غنشوفو ندخلو البريزونطاسيون ديال الاي جي ار بي. الاي جي ار بي هي هذه كتعني اون هانسد، يعني افونسي انتيريو غيت وير روتين بروتوكول، هو واحد البروتوكول دو روتاج افونسي على اولا اميليوري على البروتوكول الاول اللي كان اللي هو الاي جي ار بي. هو الاي جي ار بي والاي جي ار بي والاي جي ار بي والريب فيرسيون 2 هادو كاملين بروتوكول ديال بروتوكول دو فيكتور دو روتاج ا فيكتور دو ديستانس. وكاين البروتوكول دو روتاج ايتا دو ليزون ولا ايتا دو ليا اللي هو الاو اس بي اف فيرسيون 2. وعندنا في البروتوكول بي جي بي عندنا الاو جي بي اللي كيكون ما بينات كيكون انتيريور، وكاين البي جي بي فيرسيون 4 بالنسبه لهادو اللي سون هادو البروتوكول بي جي بي. كاين عندنا كذلك من غير التقسيم ديال واش ايطا دو ليا ولا فيكتور دو ديستانس او لا بروتوكول بي جي بي، كاين عندنا
le protocole كيكون اما با كلاس اما سون كلاس اما على حساب التكنولوجي الجديده الاي بي في 6 اللي غتخرج ان شاء الله تكون كي اللي خدام البي دي بول غتولي رسميه من واحد تقريبا عامين على حساب اللي عرفت. في با كلاس هما اللي كيستعملوا كلاس ا و كلاس بي و كلاس سي اللي كنتو ديجا شفتهم. عندنا الريب الاي جي ار بي سون كلاس يعني يقدر يخدم بالفي ال سي والريفيرسيون 2 ال اي جي ار بي و ال او اس بي اف. عندنا في التكنولوجي اي بي في 6 عندنا الريب نيو جينيريشن عندنا ال اي جي ار بي وعندنا ال اي جي ار بي بور اي بي في 6 عندنا ال او اس بي اف فيرسيون 3 الى اخره. المهم باش ما ندخلوش بزاف في هادشي رجعوا ال اي جي ار بي. هو بروتوكول دو روتاج سون كلاس يعني كيقدر يخدم بلا لي كلاس بلا سلاش بلا ما يكون محدد عليه انه يخدم مثلا في سلاش ويت ولا كيقدر يخدم بسلاش 11 سلاش 12 سلاش 25 سلاش 28. هو فيكتور ا ديستونس بداو العمل به تقريبا في 1992 في السيستم ديكسبلواتاسيون 9.21. من خلال الاسم ديالو هو اميليوري يعني زادوا عليه ضافوا عليه واحد التحسينات على البروتوكول الاي جي ار بي اللي هما اصلا هو لي دو ديال سيسكو بروبريتير ديال لي سيسكو يعني خاصا بالسيسكو ما يقدروش يخدموا في روتور من غير روتور سيسكو كما كتلاحظوا هنا اينو فونكسيون كو سير دي روتور سيسكو. فهاد البروتوكول هذاك شنو الفونكسيون اللي فيه الاو جي ار انه بروتوكول ار تي بي ريليبر ترانسبور بروتوكول. الميساجور فيه ليميتي يعني ما كيديرش الميساجور كل واحد المده مثلا كل دقيقه ولا كل 90 سكوند كل 100 سكوند لا عنده ميساجور في حتى كتكون واقع شي حاجه في الروتور عاد كيدير الميساجور اولا كنضيفوا شي حاجه جديده عاد كيوقع الميساجور. عنده الغوريثم ديول يعني الغوريثم مزدوج كيخدم بواحد الغوريثم مزدوج اللي هو كيكون فيه مثلا سكسيسور بوتنسيال انا غنشرحها في الشيما وكيدير ليتابليسمون ديال الكونتيغويتي. كونتيغويتي بمعنى ان كيكون روتور مجاور لاي روتور المجاور ديالو كيتعرف عليه. وعندنا وفيه طابل دو فوازيناج اي دو توبولوجي وعاد كاين طابل دو روتاج اللي كاين فيهم كاملين هذا زايدين فيه طابل دو فوازيناج اي طابل دو توبولوجي. البروتوكول ار تي بي ريليبر ترانسبور بروتوكول يعني واحد البروتوكول دو ترانسبور فيابل يعني موثوق به. هذا بروبر يعني بروبر في الاو اي جي ار بي هذا كيدير واحد ليفريزون يعني كيدير واحد ليفريزون فيابل اينو فيابل ديال لي باكي او اي جي ار. هو اول حاجه شنو كيدير كيدير واحد الغولاسيون مع لي روتور اللي كونيكتي معاه مباشره يسون ايغالمون اللي كيكونوا حتى هما كونفيغري فيهم الروتر اللي كيكون كونفيغري فيهم البروتوكول او جي ار بي. المهم بلا ما نتعمقوا في هادشي بزاف غنشوفوا في هاد الشابتر ديال او جي ار بي غنشوفوا لي نوسيون دو باز اي ليستوريك ديال او جي ار بي هما اللي شفناهم دابا ليستوريك ديالو انه كان 1992. غنشوفوا لي كاركتيريستيك اي فونكسيونمون ديال البروتوكول او جي ار بي يعني كيفاش كيخدم وشنو هما المميزات ديالو. غنشوفوا ان اكزامينيو لي كوموند دو باز كيفاش نكونفيكيرو يعني لي كوموند اللي كنكونفيكيرو بهم او جي ار بي. غنكالكيليو الميزور غنشوفوا كيفاش كيخدم الالغوريثم ديال وغنشوفوا ليتيليزاسيون ديال الكوموند ديال ليتيليزاسيون دي كوموند دو كونفيغوراسيون يو جي ار بي كومبليمونتير. هادشي اللي غنشوفوه في هاد الشابتر ديال يو جي ار بي اللي هي الشابتر 9 في سي سي ان ا فيرسيون 4. بون عندنا في الاول كان عندنا الاي جي ار بي في 1985 تحول الاو اي جي ار بي اولا كرياو هذا البروتوكول الجديد في 1992 ذكرنا هذا الشيء ديال السيستم ديكسبلواتاسيون. دونك غنشوفوا مباشره هذا بلا بلا يعني الاو جي ار بي عنده هو كيتيليزي الالغوريثم ديال نو كلاس با لي زونتري دو روتاج
par ancienneté, ils n'utilisent pas les mises à jour régulières. Yannick, ils utilisent une mise à jour. يعني ما كاينش واحد ميساجور عنده منظم منظم بمعنى كل واحد الوقت محدد كيدير ميساجور عنده هو حتى اللي كانت واقع شي حاجه وكيجيري لي طابل دو توبولوجي مفرق على الطابل دو روتاج. عنده طابل دو توبولوجي بوحدو وعنده طابل دو روتاج بوحدو، كل حاجه كيجيريها بوحدها، يعني كل حاجه كيخدم عليها بوحدها. والمي وكياخد كيدخل فيه اللي كيدخل في الطابل دو روتاج احسن شومان احسن طريق بلا ما يكون فيها البوكل، يعني ما يكونش البوكل بحال كما كي الاس تي بي كيحيد البوكل. يعني هاد الاي جي ار بي حتى هو ملي كيدير هاد الالغوريثم ديال كي ايفيتي البوكل، ما كيبقاش عندنا البوكل، دونك كيختار احسن طريق وما كيكونش فيه البوكل. البوكل يعني الباكي كيقدر يدوز من دو شومان ويوصل من دوبل، ولا كتبقى الباكي كيدور في الريزو، دونك ما كيكونش البوكل. في حالة إذا كانت واحد الروت مبقاتش خدامة واحد الطريق مبقاتش خدامة، هاد الألغوريتم ديوال اللي هو الألغوريتم ديال الـ UGRP كيستعمل شومان دو سوكور، يعني كتكون عنده واحد الطريق احتياطية في الطاولة توبولوجيك. والكونفيرجونس، ما معنى الكونفيرجونس؟ الكونفيرجونس يعني عندنا ستة ديال لي روتور في الريزو مثلا، كونفيرجونس هي واحد ليطال اللي كيوصل فيه لكل روتور كيعرف الخمسة الآخرين. إذا كان عندنا تروا ديال لي روتور، كل روتور كيعرف هادوك لي دو. مفهوم هاد القضية ديال الكونفيرجونس، يعني كل روتور كيعرف لي روتور اللي معاه في الريزو. كونفيرجونس هنا عنده سريعة غراس على لاربوريسونس، غراس على واحد لاربوريسونس حتى غنشوفوها ملي غندخلو شوية في في الشابيتر ميزور سيرفيس دو كالكيل دو روت كوردوني. غنشرح لكم كيفاش هادي هنا في الشومان صغيرة. غنفترضو أن عندنا طروة ديال لي روتور، عندنا الشومان على هذا الشكل مثلا، وعندنا ريزو هنايا وعندنا ريزو هنايا، هذا خاص يبقى ليزون سيري كيما غناخدو هنا. غنعتبرو هذا الريزو اللي هو غنعتبرو 192 168 بوان ان بوان زيرو سلاش 24. وغنعتبرو ريزو هنا مثلا طروة. باش هذا الريزو ولا هذا الروتور غنعتبرو هذا الروتور مهم ار، نعتبرو ار ان، هذا ار دو، هذا ار طروة. هنا اكتيفينا الاي جي ار بي في ار ان في ار دو في ار طروة باش هاد الريزو اللي كاين في ار ان يوصل لهاد الريزو اللي كاين في الار تروا اللي هو 1268 تروا بوان زيرو. خاص هاد الاو جي ار بي كيستعمل واحد الالغوريثم ديول، هي هاد الالغوريثم اللي ذكرنا هنايا في اول حاجه اللي هي هادي الالغوريثم ديول. شنو غيدير الالغوريثم ديول؟ هاد الروتور كيحسب احسن طريق، في حاله الى لقى احسن طريق هي هادي، لقى احسن طريق هي هاد الطريق باش يوصل عند هاد الريزو. شنو كيدير عنده هو هنا باش شنو كيعرف؟ كيعرف احسن طريق كيعرفها بهذا الروتور كيسميه سكسيسور، هاد الروتور سكسيسور. وثاني احسن طريق اللي هي هادي باش غيوصل عند هذا الريزو من كدوز من واحد الروتور اللي سميتو سكسيسور بوتونسييل، اللي هو هنا غنعتبرو سكسيسور بوتونسييل. المهم في حالة هنا كي هنا جي غير طابل توبولوجيك سيباري، هنا ملي هنا قال لك بأن الروت ما كتبقاش ديسبونيبل، يعني هذا الروت كيوقع فيه شي مشكل. مثلا وقع واحد المشكل هنا، وقع واحد المشكل عندنا هنا في هاد الروت، يعني في الطريق. شنو غادي يدير هذا؟
غيتيليزي الشومان دو سوكور، يعني الطريق الاحتياطي اللي هي هذه غيستعملها وغيدوز. يمشيش غيستعملها في نفس الوقت، غير كطيح هذه كتستعمل هذه في نفس الوقت. ما كيبقى هذه كيكون في الاول من الله كونفيغيرينا او جي ار بي، كيحسب هاد الشومان وكيحسب هاد الشومان وكيخليها بحال كيخليها احتياطيه. يعني غير بحال الكره، غير كتخرج الكره كيلوح للاخر الكره باش يبدا باش يكملوا اللعب، كتكون احتياطيه، ما كيتسناش حتى كيمشيو يقلبوا على الكره فين بقات ولا عاد يبداو يحسبوا من جديد. دونك هنا الا ما خدمش هذا، هذا كيخدم اوتوماتيكمون، يعني ايميدياتمون في نفس الوقت كيخدم، كيطلع يخدم. وكما قلنا هنا الكونفيرجونس بلي رابيد غراس على لابويسونس. هاد الكونفيرجونس يعني الا كانوا عندنا بزاف ديال لي روتور بزاف ديال لي روتور في الشكل هنايا عندنا ولا في الريزو، يعني غير كتاكتيفي الاي جي ار بي في هاد الروتور وفي هذا وفي هذا وفي هذا، صافي كيعرف هاد الروتور كيعرف لي زوتر، هاد الروتور كيعرف لي زوتر، هاد الروتور اردو كيعرف، يعني كتكون كل روتور كيعرف اي روتور عندنا في عندنا مكونفيغري بالاي جي ار بي عندنا في الريزو ديالنا. كنظن مفهوم هاد القضية، واخا كاينة شوية ديال هادشي ما منظمش ماشي مشكل، المهم هو يتفهم. هادشي هو مفهوم. ندوزو الميساج، الميساج ديال او جي ار بي اون كابسيل. هنا غنشوفو الفورما ديال الميساج، هادشي هاد الفورما ديال الميساج هادي غير كتحفظ ما فيهاش شي حاجه. يعني الميساج ديال او جي ار بي كيفاش كيمشي، كيكون اولا فيه لونطيت، لونطيت دو ترام شنو كيكون فيه، كيكون فيه الادريس ماك سورس ديال اللي غيمشي منه ولا ادريس ماك دو ديستيناسيون اللي غادي عنده. يعني بحال مثلا في هاد الريزو هذا هو السورس وهذا هو الديستيناسيون. المهم الديستيناسيون هذا الريزو هادي لهنا كنطلق من السوكس لعند ديستيناسيون. يعني لادريس ماك ديال في ملي كنأكتيفي الاي جي ار بي اولا الميساج ديال الاي جي ار بي اون كابسيلي شنو كيكون فيه، كيكون فيه لادريس ماك سورس ولادريس ماك دو ديفيزيون. لادريس ماك دو ديفيزيون عفوا سورس دو ديستيناسيون، دو ديستيناسيون ايغال ملتي ديفيزيون كتمشي بهاد لادريس ماك اللي هي 0100 5E 00000A. عندنا لونطيت ديال الباكي اي بي شنو كيكون فيه، الباكي ديال الاي بي ديالو شنو كيكون فيه، كيكون فيه لادريس ماك سورس حتى هو، وكيكون فيه لادريس، لا عفوا هو هاد البارتي الثانيه كتكون فيه الادريس اي بي سورس اللي هي الادريس دو لانترفاس ايميتريس، يعني لانترفاس اللي غادي ترسل، وكتكون فيه لادريس اي بي دو ديستيناسيون ديال اللي غادي يمشي لعندو. باش كيدير الديفيزيون ولا الميلتي ديفيزيون ديال الاو جي ار بي بال 224.00.10، هذه كتكون في ليكزامان تيوريك يقدر يتسول على هاد لادريس، ولا كتكون اولا كيعطيوها لك كيقول كيعطيوك هاد لادريس تيقول لك هادي شنو كتصلح في هادي ادريس دو ميلتي ديفيزيون ديال الاو جي ار بي. الشون دو بروتوكول هو 88 بور اي جي ار بي. هنا غنشوفو لونطيط ديال الباك الاو جي ار بي، شفنا دابا لونطيط ديال ترام دو ليزون دو دوني ديال لادريس ماك، عاد على قبل لادريس ماك، هادي ديال لادريس اي بي، هادي ديال الباكي ديال او اي جي ار بي. هاد الباكي ديال او جي ار بي كيستعمل نيميرو اس، يعني اوتونوم يوز سيستم، لو نيميرو دو سيستم دوتونوم اللي هو كتكونفيكيري الروتر او جي ار بي 1 ولا الروتر او جي ار بي 100، هذاك لو نيميرو دو سيستم دوتونوم كيمشي في لونطيط ديال باكي الاو جي ار. من بعد كيجي عندنا التيب او لونغور او تيب دو فالور، هادو حتى هما دي بارامتر اللي خاصهم يكونوا معروفين. مثلا بارامتر او جي ار بي 0x0001، الروت اي بي انترن وكاين الاكسترن، وحده فيها 0102 وحده 0103. دونك هادي هي هادي هي الميساج ديال الميساج او جي ار بي اون كابسولي. هنا عندنا شنو هما لي تيب ديال الباكي الاو اي جي ار بي؟ عندنا ربعه ديال لي تيب، عندنا واحده سميتها الابديت ولا الميزاجو، وعندنا الدوموند، وعندنا الريبونس، وعندنا الهالو.
دونك في اول باكي كيكون مثلا في الشيما هنا، اول باكي هنا كونفيغيري مثلا في R1، نعيدو هذا الروينه. في R1 كونفيغيرينا الاو اي جي ار بي، اول باكي غادي يصيفط شنو هو الهلاو. هذا الهلاو شنو كيدير؟ بور ديكوفرير، يعني كيكتشف الفوازان وكي فورمي دي كونتيغويتي افيك سي فوازان. هاد الباكي هنا الى كونفيغيرينا الاو جي ار بي، هنا اول باكي كيمشي من هذوك لي 5 تيب دو باكي، هما كاينين خمسه. اول باكي كيمشي هو الباكي الهلاو، الهلاو كيكتشف لينا لي فوازان. ها هو كيعرف هذا الرايزو، كيعرف هذا وكيعرف هذا. هذا شنو كيعرف؟ كيعرف هذا وكيعرف هذا، وهذا كذلك كيعرف هذا وهذا كيعرف هذا. دونك هذا هو اول باكي سميتو الهلاو، باكي اللي كيكتشف بيه الرايزو. من بعد كيجي الباكيج ديال الميزاجور او الابديت. هاد الابديت شنو كيدير؟ بوغ بروباغي، يعني كينشر لي زانفورماسيون دو روتاج. هاد اللي كيجي من بعد دو ميزاجور، الباكي ديال الميزاجور، هاد الباكي كيجي باش كينشر لي زانفورماسيون ولا بروباغي لي زانفورماسيون دو روتاج. وهاد الباكي كيكون فيه لي زانفورماسيون سير لو شونجمون دو ريزو. مثلا هنا كونفيغيرينا، هنا غادي نعطيو هنا واحد الادريس، هنايا غتكون 192.168.2.0/24. هادي ديال هاد هادي ديال هاد الرايزو، هذا خليه بحال ما شكل باش يبان. بون عندنا هاد الميساج ديال الميساجور اللي قلنا هو الثاني. شنو كيكون فيه؟ كيكونوا فيه لي زانفورماسيون ديال الروتاج، يعني لي زادريس. مثلا دخلتي في هذا، شنو غندخلو هاد الرايزو وهاد الرايزو. دونك هاد الميساجور هذا اللي غنستعملو شي لاخر، هاد الميساجور الميزاجور ديال هاد الميزاجور ملي غيمشي من هنا لهنا، غيدوز معاه اولا غينشر لي زانفورماسيون على الروتاج، معلومات على الروتاج. وكذلك من بعد الى وقع واحد الشونجمون، مثلا بدلنا هنا ولا زدنا واحد، مثلا واحد الادريس، نبدل شويه الالوان، زدنا هنا واحد الادريس مثلا 192.168 مثلا .5.0. كذلك من بعد غيوقع واحد الميزاجور وغيهز هاد المعلومات ديال الشونجمون ديال الريزو. ودرنا واحد الشونجمون ولا دزنا شي حاجه، غتزاد حتى هي، غتزاد غدوز، يعني حتى ملي غندخلوه هنا غتدوز في الميزاجور في الباكي الثاني. من بعد كيجي الباكي اللي سميتو باكي دو دوموند، هذا كيتيليزي الالغوريثم ديال لوغسكو لو ريشيرش دو ريزو اي اوتر طاش، يعني ملي كيبدا يروشيرش على الريزو كيتيليزي الالغوريثم ديال في الباكي دوموند. كيجي الباكي دو ريبونس اللي هو هذا كي ترانسمي اوتوماتيكمون اون ريبونس ا ان باكي دو دوموند. ملي كيوصل واحد الباكي دو دوموند مثلا من عند هذا، الباكي دو ريبونس اوتوماتيكمون كيرجع. كنظن مفهوم من القضيه ديال لي باكي ديال الاي جي ار بي. هنا لونطيت ديال اي جي ار بي كيكون فيه لي فيرسيون كود اوبيراسيون سومب دو كونترول، هادو غير كي تقدر تعرفهم، ماشي شي حاجه. المهم هاد لي كا 1 كا 2 كا 3 غنشرحهم من بعد، كيكونوا في تي ال في في البارامتر ديال اي جي ار بي. عندنا الاي بي انترن شنو كيكون فيه، عندنا تي ال في اي بي اكسترن شنو كيكون فيه حتى هو. المهم هادشي شويه افونسي على حاليا. بون ندوزو للموديل سميتو بي دي ام. هاد الموديل بي دي ام هاد الاو جي ار بي كيقدر عندو الكاباسيتي باش يروتي بزاف ديال لي بروتوكول ديفيرون.
كاين روتي الاي بي والاي بي اكس والابل تورك، هادو كاملين كيقدر يروتيهم، يعني عنده القدره باش انه يروتي. باش كيروتيهم كيستعمل واحد الموديل سميتو البي دي ام، يعني موديل ديبوندون دان بروتوكول. هنا كتلاحظوا هنا كذلك في الابل تورك وفي الاي بي اكس والاي بي، عندنا كل واحد كل طابل، حيت عندنا تروا طابل، كاين تروا طابل في الاي جي ار بي، كل طابل فيه تروا منه. عندنا طابل دو فوازيناج، عندنا طابل دو توبولوجيك، وعندنا طابل دو روتاج. طابل دو روتاج كيكون فيه خليت من بعد وغنشرحوا لي طابل مزيان. المهم عرفنا بان هاد البي دي ام كي ايتيليزي الاو جي ار بي، كيتيليزيها باش تكون عنده الكاباسيتي باش يروتي بزاف ديال لي بروتوكول ديفيرون، اللي هما الاي بي والاي بي اكس والابل تورك. من بعد غنشرحوا شاك طابل بوحدو. تيب دو باكي ار تي بي، الار تي بي او البروتوكول دو ترونسبور فيابل، يعني واحد البروتوكول دو ترونسبور اللي هو موثوق به، كي ايتيليزي الاو جي ار بي باش يدير واحد ليفريزون. ليفريزون بحال كي يعني كيوزع، كيدير التوزيع ولا ريسيبسيون دي باكي او جي ار بي. ما كيستعملش هنايا، هو كيستعملش تي سي بي، ولكن كيستعمل ار تي بي. هو دارو بحال واحد بروتوكول دو روتاج انديبوندون، يعني مستقل دو كوش ريزو. اي نو بو دونك با ايتيليزي دي سيرفيس اي دي بي او تي سي بي. ما غيستعملش لي سيرفيس اي دي بي او تي سي بي. علاش قالك؟ علاش؟ ناحيه الاي بي اكس والابل تورك ما كيستعملوش المودو، ما كيستعملوش با لو بروتوكول دو لا سويت دو لو بروتوكول دو لا سويت دو بروتوكول تي سي بي اي بي. عندنا هاد الاي بي اكس والابل تورك ما كيستعملوش البروتوكول ديال تي سي بي اي بي. جاو داروا البروتوكول سميتو الار تي بي. ها هو هنا كما كتلاحظوا الار تي بي رومبلاس، عفوا الاس تي بي اي رومبلاسي باغ الار تي بي في البروتوكول، يعني الار تي بي هو اللي جا في بلاص تي سي بي، عفوا في البروتوكول او جي ار بي. علاش تي سي بي كيقدر يستعمل اي بي الاي بي هنايا، ولكن الاي بي اكس والابل تورك ما كيستعملوش. دونك داروا واحد الموديل جديد سموه الار تي بي ريليبل ترانسبور بروتوكول، بروتوكول ترانسبور فيابل، باش غادي نستعملوه في الكونفيغوراسيون ديال او جي ار بي. دونك كنظن مفهوم هاد القضية. دونك لو تيب ديال الباكي الباكي الار تي بي في الاي جي ار بي، عندنا الهلاو كتيتيكتي الفوازان كما قلنا. الهلاو اول حاجة كيعرفها هي لي فوازان، واش كيعرف مثلا الار ان كيعرف هذا والار تروا، والار تروا كيعرف ار دو والار ان، والار دو كيعرف الار ان والار دو والار تروا من خلال الباكي هلاو. من بعد قلنا كتجي الباكي اللي سميتها الميزاجور. الميزاجور هي اللي شرحنا هنا في الشكل في هذا الشيما. الميزاجور كتيتيليزي بو بروباغي لي زانفورماسيون دو روتاج، يعني كتيتيليزي باش كتنشر لي زانفورماسيون دو روتاج على سويت دان باكي الايك روسي دو شونجمون. ورونفوي اوتوماتيك لونسمون لو بروتوكول ار تي بي دو ترانسبور فيابل اي ايتيليزي، يعني عاوتاني كتعاود تنفوي الباكي ديال ميزاجور ملي كتستعمل ار تي بي دو ترونسبور فيابل، ملي كيكون فيابل يعني موثوق به. دونك هاد دوموند دو ريبونس، قلنا الباكي دو دوموند هادشي بحال غير كنعاود في اللي شرحت قبيله. دو دوموند ايتيليزي كي ايتيليزي باغ الالغوريثم دي لوغسكو دو لا ريشيرش دو ريزو اي دوطخ تاش. ملي كيبدا يروشيرش على الريزو كي ايتيليزي دوموند الاول غير كيعرف، ولكن ملي كيبدا يقلب على لي ريزو كي ايتيليزي لو باكي دو دوموند، لو باكي دو ريبونس قلنا كيرجي اوتوماتيكمون ملي كيوصلو هذا، يعني الا بغا غادي كيعرف واحد الريزو الاخر كيرسل لك يقول لي ها هو الريزو اللي كتروشيرش عليه. هذا كي اونفوي اوتوماتيكمون ملي كيكون ار تي بي بروتوكول ار تي بي تو ترونسبور فيابل اي ايتيليزي. هادو شرحتهم في الشيما اللي عندي هنا في الباب. عندنا البروتوكول هلاو هنايا زادوا ديطاييوه شويه، يعني دخلوا في الديطاي ديالو. قالك في البوند باسون كيتستعمل عندنا الانترفال هلاو اي ديلي دو كونفرساسيون باغ ديفو، يعني الهلاو شحال الوقت اللي غيستعمل اللي خاص الهلاو باش يعرف باش الباكي هلاو باش يدوز ما بين لي روتور. قالك في البوند باسون ملي كنكون عندنا بوند باسون يعني الباند ويد ولا البي دبليو في
qu'est-ce qu'on a dedans? 1,5 mégabytes par seconde supérieur ou qu'est-ce qu'on peut dire supérieur des faits exemple de liaison fait liaison relais de train multipoint il y a des multipoints qui utilisent la vitesse l'intervalle ou un de 6 secondes il y a l'intervalle ou date il ne توصلش بحتى شي معلومة من عند il ne توصلش من حتى شي حاجة كي توقف يعني الطون دا الطون اللي كينتظر قبل ما يتوقف اللي هو 180 سكوند يعني الهلو ثلاثة المرات كذلك بالنسبة إلى كان أكثر من إلى كان سيبريور أ 1,544 ميجا بايت بار سكوند هنا إمتى كيتستعمل ملي كيكون عندنا الديوان ولا الإنترنت شحال الانترفال هلو ديالو 5 سكوند والطون داتون تيهو 5 سكوند فوا 3 اللي هو 15 سكوند كنظن هادو مفهومين هذا الوقت باش كيدوز الهلاو في البوند باسون الوقت ديال الهلاو ما بين لي روتور شحال كيتسنى بار ديفو وشحال خاصو يتسنى قبل ما يبقى شي صيفط في لي ديفيرون سواء في رولي دو تخا ملتي بوين ولا في الانترنت هنا بالنسبه للميزاجور قلنا الميزاجور ما كيصيفطهمش في كل وقت كيسالني ميزاجور عندنا دو تيب دو ميزاجور عندنا بارسيال وعندنا ليميتي بارسيال يعني بحال بغينا نقولوا جزئي car le mise à jour qui donne uniquement des informations relatives au changement mais ce qui compte changement des routes aide qui s'est fait mise à jour limité يعني غير لي روتور اللي هما توش يعني الروتور اللي قسنا فيهم الشونجمون هما اللي غنصيفطو بهم الميساجور كنظن هادو مفهومين هاد لي دو الالغوريثم ديال كيفاش كتخدم غادي غنشوفو على نظرة خفيفة كي صيفط أولا لايك دوموند المهم الألغوريتم ديال عندو جزء خاص غنشوفوه من بعد هادي ما كيهمش هادشي اللي كيقولو هنايا بون عندنا ديستونس ادمينستراتيف هادي حتى هي ضروري خاصها تكون معروفة الريزيمي ديال لي روت اللي هي ديستونس ادمينستراتيف ديال 5 الاو جي ار بي انترن كتكون 90 هذه اللي كنعرفو حنا 90 ولكن ملي كيكون كيستيون في اكزام مثلا بالنسبه للمساله اللي كيقراو في ليستيا في دوزيام اني في اكزام دو فين دو فورماسيون كيكون دي كيستيون تيوريك مثلا كيقول يقدروا يسولوا على الاو جي ار بي اكسترن شنو ديستونس ادمينستراتيف ديالو او لا الريزيمي دو روت او جي ار بي اللي يجيو يكتب 90 كل حاجه بوحدها عندنا ريزيمي 5 انترن 90 الاكسترن 170 بالنسبه للزوط راهم هادو مثلا الاي جي ار بي عندهم 100 او اس بي اف 110 120 ريب ستاتيك 1 كونيكتي 0 بون هنا عندنا لوثنتيفيكاسيون لوثنتيفيكاسيون كتكون كدوز بمود باس هذه كاينه في السي سي ان بي نقدروا نشوفوها حتى هي في لا فين ديال الفيديو ولا في الفيديو بوحدو ان شاء الله ندوزو للطوبولوجي ريزو الاو اي جي ار بي باش ما يكونش الفيديو طويل هذا غنخليه كجزء الاول الجزء الاول نخليه حتى لهنايا الجزء الثاني غيكون حتى هو في فيديو بوحدو غير باش ما يكونش فيديو باش ما يكونش فيديو طويل على الاو جي ار بي الفيديو الثاني غيكون في الاسم ديالو تابع لهذا الا كان هذا بارتي 2 غيكون الاخر بارتي عفوا الا كان هذا بارتي 1 او جي ار بي الاخر يكون بارتي 2 او جي ار بي الا كان هذا فيديو 1 او جي ار بي الاخر يكون فيديو 2 او جي ار بي شوفوا غير من خلال العنوان من بعد غندير العنوان غيكونوا متابعين كنظن غيكونوا ثلاثه ولا جوج ولا اربعه ديال لي فيديو ما عرفتش المهم الحساب كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا البارتي غنشوفوا في البارتي الثانيه كيفاش اولا البارتي 3 عفوا يعني هذا الروتور كيفاش غياخد هذاك سكسيسور بوتونسييل هذاك سكسيسور هذاك سكسيسور بوتونسييل غنشوفو اي كلشي ما تبقى على الاي جي ار بي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو قبل ما نخرج من لا فيديو نشوفو الرجع الاول بوان ليا المميزات ديال الاي جي ار بي عندي هنا في بي دي اف غنشوفو فيها شي حاجه عندنا اولا كما قلنا بروتوكول دو روتاج كلاسلس يعني ما كيستعملش يعني ما كيبازيش على لي كلاس كي سيبورتي الفي ال اس ام
تخدم بالفيل اس ام الجوريثم ديال عفوا ميزاجور عنده انكريمونتال يعني تزايدي. ميزاجور عنده قلنا كيوقع كاين عنده ليميتي وبارسيال يعني ما كيكونش ميزاجور عنده في واحد الوقت محدد. ميزاجور كيكون حتى كيكون واحد الموديفيكاسيون قلنا عنده لادريساج ملتي كاست افيك لادريس ملتي كاست ودو فاسون فيابل. شرحنا كيفاش الار تي بي قلنا جات رومبلاسا تي سي بي. علاش؟ لان كيستعمل اي بي اكس كيستعمل ابل تولك. قلنا بانه ايتيليزاسيون تاع البوند باسون ريدويت بارابور اي جي ار بي يعني كيتيليزي واحد البوند باسون ريدويت هذا الاو اي جي ار بي بالمقارنه مع الاي جي ار بي. وكي ايتيليزي ايتيليزاسيون دي ميتري كومبوزيت كي ايتيليزي واحد الميتريك مركب غنشوفوه في فيديو مقبل. كومبوزيت يعني كيستعمل ميتريك مختلف يعني ك1 ك3 يعني ديلاي البوند باسون كيقدر يستعمل حوايج اخرين غنشوفوهم من بعد. قلنا كيدير ديكوفير دو فوازيناج بالهلاو بالباك هلاو برينسيپ غنشوفو البرينسيپ دو سكسيسور بوحدو افيك ملتيبل فيزيبل سكسيسور. غنشوفو يعني لو سكسيسور بوتونسييل اللي هو الاف اس. غنشوفو هادشي من بعد ان شاء الله. غنشوفو ليطا دو روتور اللي كاينه اكتيف وكاينه باسيف. هادو المهم لي كاركتيريستيك باش غير باش تحفظوهم قدروا كيكونوا في ليكزامان. كاينه كومباتيبيليتي افيك الاي جي ار بي يعني الا كان كنا مكونفيغي الاي جي ار بي في بعض الروتورات والاي جي ار بي في بعض الروتورات كاينه لا كومباتيبيليتي بيناتهم يعني كيقدروا يخدموا بيناتهم. لا ديستونس ادمنستراتيف ديالو الانترن هي 90 والاكسترن 170 والريزيمي ديال الاو جي ار بي هي 5 انا ما ذكرهمش كاملين انا قلتهم. وعندنا قلنا بان في تروا ديال لي طابل دو روتاج ديستينغي يعني مفرقين. عندنا النيبر طابل لو طابل دو فوازيناج طابل دو توبولوجي تيبل الروتين طابل تيبل اللي هو طابل دو روتاج. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو الاول. كنصحكم باش تتبعوا الفيديو الثاني حتى هو مهم. عفوا ما بغيتش باش الفيديو الاول ما يكونش طويل بزاف. الى لقاء فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.